العدم الرضا من عندي ومن عند 80% الصامت هو أن تعطي سلطة النقض لثلاث أشخاص، برلماني 320 واحد مسلم، حكومتي أغلبيتها 99% مسلمين، مجلس الدولة مسلمين، القضاء 9 مسلمين، شبيك أنت هل قد خايف إلا تكون تنطي حق الفيتو الثلاثة اللي هم منو؟ اللي هم ثلاثة من خبراء الفقه، ثلاثة من أربعة فيتو. هسا سهلوا ويانا شوية صاروا لا أربعة من ستة. هل مئات الناس فيتو؟ كلهم مسلمين فيتو؟ نعم حق الفيتو، خبراء الشريعة يعطون فيتو؟ نعم. يعني خبير في أي خبير الفقه ينطي فيتو على قاضي؟ على 320 نائب وعلى 9 قضاة وعلى 23 وزير وعلى مجلس الدولة وعلى كل الدنيا. هذا اللي أججت الموضوع، انت تنطي حق الفيتو ثلاثه، يعني ذولا كلهم زين مسلمين. زين زين الدستور موجود القرارات، ما يخرج القاضي اذا ما عنده خبره بالفقه، ما يخالف. هسه الدستور ساديو نادم، نعم. الدستور مو يقول قرارات المحكمه الاتحاديه باته ولا يمكن الطعن بها؟ شلون ينطون المجال لرجل دين مهما كانت المشكله؟ هي 9 قضاه هم المحكمه، هم القضاه، لكن اكو محكم جنبه اللي هم يقولوا له ايه يقولوا له لا. بعدين طوروها قالوا هم رئيس زائد نائبه يكون معاهم، لكن اذا صوتوا اربعه. انا اسالك سؤال، إذا صارت قضية تخص المسيحيين واليزيدية والصابئة، الأربعة الفقه خبراء الفقه ما يتفقون على اليزيدية والصابئة والمسيحيين؟ القانون مادة 26 قانون بطاقة وطنية مو متساوون. شلون؟ يجوز لغير المسلم يبدل دينه. طيب أنت ليش تنطيني هذا الحق ما تنطيني المسلم؟ ثم يقول أسلمت القاصرين تريد ما تريد، عكس الآية القرآنية الكريمة يقول لك لا إكراه في الدين، لكم دينكم ولي دين، وإلى آخره من آيات. بس ترجع لي واحد مفسر يقول لك لا هاي تتناقض مع آية السيف، ايش طلعت هاي؟ فانت تدخلني بعوجات. وين وصلت السودان صارت سودانين؟ وين وصلت الفلبين صارت فلبينين؟ والى اخره. انت تضغط زايد قول لي في مال لا. فالمفروض انه يعني يراعى هذه الامور. فالتشدد مشكله، انت ما تقدر تتعامل معي رقميا. انا نوع هذا النوع من الشعب العراقي الاصيل اللي كلكم جاي تقرون بها وتحترموها فعلا. المواطن بالعراق هو الى كل الحقوق، اذا كان واحد اذا كان 10 مليون. لكن اليوم ليس هكذا. تعامل رقمي، نحن لسنا في المحكمه الاتحاديه، واحد من النقاط هي اقصاء تام لنا. تعاملوا لازم 5 شيعة و4 سنه. يعني ايش طلعت هاي؟ بلد ما بي يعني غير ناس الا 5 بالضبط شيعة، تتعامل رقميا مع الاحداث؟ احنا عراقيين يا اخي.